وفي السادسة يا خواجة محي الدين، والله مكتوبة كذا، بعدين بعد الحاضرة تعال اقرأ. يا خواجة عديل خوا ما فضي الا اكتب www..net. خواجة محي الدين عديل كذي، ولك عقيدتكم عقيدة يهود، ده جاب خواجة عديل، خواجة مك هذا قاعد هنا كتاب. ومحمد المنتصر أكبر شيخ صوفي في هذا العصر في الحيين، كان قبل فترة أكبر واحد مرق البيت الأبيض هناك، كان مشى اتفرج في البيت الأبيض، كان قلنا يمكن عجب الشكل ولا كذي، قال سوينا اجتماع في البيت الأبيض وجلسنا في الصف الأول في البيت الأبيض، وتقول جامع. قال وناس الكونغرس في الصف الأول بتاع الكنائس في الصف الأول، والله الذي رفع السماء كلها صورة وصوت في الصف الأول. قال أنا استغربت، والزول هاي وطرحته بس لا طرحة وقعد قربت تقع وفي الصف الأول، وتقول لنا نحن خواجات تمرق للبيت الأبيض يا أخي، نحن البيت الأسود ما لامين فيه، والله لا ودانا البيت الأبيض ولا الأسود، تمرق للبيت الأبيض. الغريبة في النهاية قال أجمع الجماعة، قالوا الدين الحق الذي يتماشى مع الغرب هو دين الصوفية، قال. وقال أجمعوا على محاربة التطرف. التطرف ده شنو؟ أريت لو التطرف داعش والتكفيرين وديل، قال أجمعوا على دين محاربة التطرف، وهم بيصفونا نحن بالتطرف. الزول بيقول لي وحد الله، نحن قاعدين نعادي زول ولا بنفلق زول؟ أخي حبيب علي الجزري ده محمد منتصر، كنت على يعني في وفد في صوفية السودان، منهم الخليفة الأشرف عبد الله الكباشي اللي اسمه، والشيخ الطيب الجيب رئيس المجلس على التصوف من خلفاء السودان حيث نور شخصا، وآخرين جلسنا مع الإدارة الأمريكية البيت الأبيض الصف الأول، الكونغرس الصف الأول، الأمن القومي الصف الأول، الخارجية الأمريكية الصف الأول، ومراكز بحثية وكنائس في يوشا عنوانها مرتكزات التطرف الفكرية، كيف تحارب، كيف يصنع التطرف مالا وفكرا، ووضعنا على مائدة النقاش ما نعرف وما تعرف من هو المتطرف. هذه الورشة خرجت بأن التصوف هو الإسلام المعتدل، وينبغي التعاون ما بين الغرب، ينبغي التعاون ما بين الغرب على مظلة تعيش السن بين الأديان، على مظلة تبادل المصالح والمنافع حتى نحقق السلام. يا ناس ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع شنو ملتهم. نقول لك خواجة محي الدين، وفي اتباع للملة، اليهود بنوا على القبور، واسد اللي بيبنوا على القبور ولا لا؟ اليهود بيعلقوا الصور، النصارى اهل الكتاب بيعلقوا الصور، وديل بيعلقوا الصور ولا لا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اولئك اذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره، او الرجل الصالح بنوا على قبره وجعلوا له تلك التصاوير، اولئك شرار الخلق عند الله.